وصف وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل لقاءه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالمثمر، معربا عن ارتياحه لنتائج المباحثات التي أجرها، ومؤكدا في الوقت ذاته دعم بلاده لحكومة الوفاق. وقال جابرييل خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنية المفوض محمد السيالة صباح اليوم إن بلاده تدعم حكومة الوفاق في عديد المجالات، كما تدعم مخرجات الحوار السياسي والمساهمة في لملمة شمل المدينة وإنهاء حالة الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد. المزيد زوروا الوسط.ly.